علمونا في المدارس لما كنا أولاد صغار بأن مادة الفوسفات هي من أهم الموارد الطبيعية في الأردن. شكراً لروح الباحث المرحوم الدكتور رؤوف أبو جابر الذي ذكر وأضاء على اسم مكتشف الفوسفات في الأردن، أمين كامل قعوار. في البدء كانت الكلمة، وفي البدء كان السؤال. ناديته فأقبل باشاً يلبي النداء، ناجيته ففرد دفتيه معانقاً أرقص بين الدفتين. عاتبته أن انغلقت المعاني ففسر الحروف بالكلمات. شتاؤه دفء ومساؤه صباحات، قيظه عشق وصباحه مساءات. هو العقل، هو قلب الفؤاد، هو السحر وشغف المحبين، هو البحر في أحشائه سحر الكلمات. المرحوم أمين كامل قعوار مكتشف الفوسفات في الأردن هو من مواليد مدينة الناصرة 1892، كان من أول الخريجين الذين تعلموا الصيدلة في البلاد العربية، تخرج من بيروت عام 1917. يبدو أن ظروفهم في الماضي لم تكن تختلف عن ظروفنا الحالية. أمين كامل قعوار لم يعمل بشهادة الصيدلة في البداية، بل اضطر أن يعمل معلماً للغة الإنجليزية في مدينة الناصرة في دار المعلمين الروسية، هذا بعدما أنهى خدمته العسكرية في الجيش العثماني. عائلة قعوار عائلة عربية تمتد جذورها إلى الغساسنة. صاحب السيرة بعد الحرب عاد إلى بلده إلى السلط عند أقربائه بعد أن غادرها أجداده قبل عودته تقريباً ب150 سنة. بعضهم ذهب إلى الجليل إلى الناصرة. كيف بنعرف إنه عمل من هذا النوع هو بتوقيع الدكتور رؤوف أبو جابر؟ ببساطة، لا يمكن هذا الرجل رحمة الله عليه أن يترك التاريخ الاجتماعي والحياتي للمدن، دخل إلى تفاصيل مدينة الناصرة. تفكروا معي في هذا، أطراف أيدي قوى جهات إنجليزية في ذاك الوقت عرقلت طموحه، أبحاثه، محاولاته لاكتشاف البترول، النفط في الأردن آنذاك. أما مادة الفوسفات، معدن الفوسفات، عاونوه في اكتشافه، في استخراجه، في تصديره. على حسابه مع بعض الشركاء في ذاك الوقت أسسوا شركة سموها شركة الفوسفات الأردنية. كان رأس المال عبارة عن 3000 جنيه فلسطيني. قصة جميلة حدثت عام 1942 وأيضاً واقعة تاريخية في منطقة رصيفة أثناء البحث واستخراج شق بعض الجبال لاستخراج طبعاً الفوسفات. وجدوا بقايا لهيكل عظمي لديناصور طائر وقد يكون الأكبر في العالم. ذهبت إلى الجامعة الأردنية هناك مرة وأعددنا صورنا تقرير لبرنامج حلوة يا دنيا وشاهدنا عاينا بقايا هذه العظام الكبيرة. إذن أنا في الزمان خير جليس، هلا سألتم العشاق عن كلماتي؟ صدر بيتي قد راح، وهل متني قد استراح؟ وعجز البيت في الانتظار؟ أنا الكتاب شاب وإن شاخت أوراقي، أنا الكتاب شيخ وإن كتبتني حروف الصبا،
أنا الكتاب، أنا الصديق، أنا الأمس واليوم والغد.